السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم إن شاء الله هو طريقة خدمة القفطان بالكروشي بالتفصيل الممل، وطريقة من بعد الفاصل الإعلاني. كما تلاحظوا من بعد ما تنقصوا القفطان تنحصلوا على اربعه الاجزاء. الجهه الاماميه هذا بالنسبه للقفطان اللي مفتوح غير نص طوق، كما تلاحظوا عندنا الجهه الاماميه اللي هي هذه، والجهه الخلفيه يعني ديال الظهر هي هذه كما تلاحظوا. هذا هو الجزء الثاني، والجزء الثالث هما الكمام. والجزء الرابع الكم الثاني كما تلاحظوا. اول حاجه لاحظوا مزيان، اول حاجه تنهزوا الاطراف كلها، تنحاولوا ندوزوا لوغلي الجناب يعني تنتني واحد سنتيم الخياطة، واحد سنتيم لداخل، واحد سنتيم وندوزوها بالبراو الخيط بهذه الطريقة. هذه أنا غادي نوضح لكم الطريقة. عندي هنايا واحد لكم هنايا مازال ما دوزت له لغلي، هو هذا يعني طريقة جد سهلة. لاحظوا هذا التوب مفصل ومسورجي، تنتني غير واحد سنتيم. لاحظوا مزيان، واحد سنتيم صافي، يعني تنبلو تندوزو لغلي عادي ولا تنكفو عادي. لاحظوا تنحاولو ناخدو نفس المسافة يعني واحد سنتيم. طريقة جد سهلة، لاحظتوا صافي. تنكملو العمل الأجزاء بربعة، تنجيو للطرف الأمامي يعني جزء ديال القدام. لاحظتوا حتى هو تندوزو لغلي عن جناب كاملين. تنجيو الوسط ديالو يعني نص طوق، خاصة نحاولو نفتحو على شكل بي، ولكن من قبل تنكونو خيطنا الشريط او الكروشي اللي بغينا نلصقوه. اول حاجة تنجيو تنعبرو يعني نص طوق شحال فيه. لاحظو مزيان شحال فيه من سنتيم، بحال انا هنايا عندي 34 سنتيم، يعني واحد 4 سنتيم غادي نخليها الفتحه. ويعني شريط الكروشي اللي غادي نخدم خاصو يكون فيه اكثر من 4 سنتيم، يعني 4 سنتيم غادي نزيدو عليها جوج تقريبا على حسب اشنو واش بغينا ندورو سميتو يعني هاد الدوره ديال الكروشي في العنق واش تكون عريضه ولا لا. لاحظتوا 34 يعني خاصنا هاد الشريط. شوفوا لاحظوا هنايا انا خدمته هنايا، والاشاره اللي بغى الطريقه على ما عليه غير الضغط على الصوره اعلاه. كما لاحظتوا هنايا انا مخدوم على اربعه الشعرات، على ثلاثه عفوا، على ثلاثه الشعرات، على ثلاثه الشعرات. بغيت الخدمه تجيني رقيقه، لاحظتوا الخدمه كي جات على ثلاثه الشعرات. يعني الشريط خاصو يكون فيه 34 سنتيم زائد جوج ديال العنق هي 36، ولكن قبل خاصني نخدم واحد يقول 30 سنتيم قبل ما ندير الفتحه ديال فتحه العنق للفوق. انا خليت 5 يعني هي. لاحظوا من بعد فاش تنخدم هاد 30 سنتيم، يعني دابا غادي نحاول ندير الفتحه.
لاحظوا مزيان، انا غادي نوضح لكم. يعني تنخدموا السطر عادي، تنخدموا السطر عادي. انا هنايا زيرت الخدمه بزاف وبغيت تجيني رقيقه. الجوزه هذه عندي تسدات، الجوزه الاخيره تسدات، لاحظتوا. دابا غادي ندير سلسلتين، لاحظتوا. غادي نجي هنا غادي ندير عمود واحد، ثاني تنطلع بثلاثه سلسلات وغادي ندور العمل فوق هاد فوق هاد السلسله اللي درت. غادي نخدم عليها عمودين، ثاني غادي ندير سلسلتين، غنخلي عمودين ما نخدمهمش ونجي العمود الثالث نخدمه. نبقى غادي بنفس العمل، تنوصل هنايا ونعاود ندور. لاحظتوا هنايا من بعد ما درت، يعني غادي نجي ثاني هنايا خدمت هنايا عمود فوق عمود، نجي العمودين الاخيرين ما نخدمهمش، غادي ندير عليهم سلسله مكونه من غرزتين. فوق هاد السلسله اللي كانت من قبل ندير عليها عمودين، لاحظتوا. صافي دابا من بعد هذا غادي فوق كل عمود، لاحظوا هنايا فوق كل عمود غادي نخدم عمود. حضر انا الخدمه هنايا زيرتها بزاف، لاحظتوا. يعني تانا نرتفع ثاني بثلاثه الغرز، غادي ندور العمل ونخدم من العمود الاول عمود فوق عمود. وفوق هاد السلسله غادي نخدم سلسله عمودين، عفوا، لاحظتوا. دابا ثاني غادي نخدم سلسلتين، نخلي عمودين ونجي العمود الثالث ونخدم عليه، يعني تنكمل الشكل ديال نص جوزه. النص غادي يجي في الطرف والنص الثاني غادي يجي في الطرف الاخر. نبقاو غادي بهذا الشكل هذا نفس الخدمه حتى تنحصلوا على العلو، حتى المهم تنوصلوا للعلو اللي بغينا حنايا على حسب القفطان، لاحظتوا. نبقى غادا بنفس العمليه حتى تنكمل العلو اللي بغيت، يعني واحد 4 ولا 5 سنتيم، ونجي ثاني لهذا الطرف الاخر نفس العمل. يعني غادي نبدا من هنايا، لاحظتوا، تجيني خدمه من هنا ونطلع الخدمه حتى تنحصل على مماثل هذا الشكل هذا، غادي نحصل عليه هنايا. ان شاء الله نتلاقاو في الحلقه الثانيه في درس القفطان بالكروشي، وما تنساوش وضع لايك وتعليق تحت الفيديو والاشتراك في القناه. كانت معكم ام سعد عبد الله، ودمتم في رعايه الله.